أعزائي بشكل عام، خذوا هذا الأصل عندي بشكل عام عندي، 90% من الإجماعات ليست بصدد بيان الإجماع الحجة الذي هو أحد مصادر الاستنباط أبدا، وإنما ذاك المدعي للإجماع يريد أن يقول أن هذه المسألة ترى لم يقع فيها خلاف بيننا، مو أنها مسألة، ما هي مو يريد أن يشير إلى الإجماع الدخولي أو الكاشف عن رأي الإمام المعصوم أبدا أبدا. من قبل أنا الآن أذكر لكم أعزائي نظرية الحسبة أو الحسبة تمام، ثم أستعرض لك من القرن الثالث إلى يومنا أقول انظر ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أستدل بالإجماع أو الشورى؟ لا، أريد أن أقول انظروا أن هؤلاء العلماء جميعا عندما نظروا إلى الأدلة فهموا من أجله نظرية الحسبة، مو أريد أجعله فالدليل مستقل في قبال الأدلة. ما أدري قدرت أوصل المطلب ولا؟ افترضوا مسألة مثلا على سبيل المثال طهارة نجاسة أهل الكتاب، هذا عندما يريد أن يقول بالنجاسة يريد أن يفهم هو يريد أن يفهم بأن علماء لمدة 500 سنة أو 1000 سنة سنة وشيعة ماذا فهموا من الأدلة، فيذهب ويجد أنه 99% منهم عندما استنطقوا هاي الأدلة القرآنية والروائية فهموا منها ماذا؟ النجاسة. هذا يكون مقويا له أنه إذا هو يفهم النجاسة يقول مو فقط أنا فهمت النجاسة، انظر 1000 سنة من العلماء ماذا؟ فهموا النجاسة. هذا مو يريد يقول 1000 سنة يعني الاستدلال بالإجماع الذي هو مستند من أو مصدر من مصادر الاستنباط. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ وكثير، وهذا هو السبب أن الشيخ الطوسي والسيد المرتضى، واحد يدعي الإجماع على عدم الحجية، واحد يدعي الإجماع على ماذا؟ على الحجية. هذا معقول هذا؟ ولهذا أنتم تجدون في مسألة حجية خبر الواحد واحدة من المشاكل الأصلية، أنه كيف السيد المرتضى يدعي الإجماع على عدم الحجية والشيخ وسيد الشيخ الطوسي يدعي الإجماع على الحجية، كيف يعقل أستاذ وتلميذة يختلفون؟ الجواب لا، هذاك يقول أنا استقرأت الأدلة فهمت منها أنهم يقولون ماذا؟ عدم الحجية. شيخ الطوسي يقول لا أستاذي مشتبه، أنا من استقرأت الأدلة وجدتم أنهم يقولون ماذا؟ مو استناد إلى الإجماع كدليل. ما أدري واضح صار؟ هذه همتي أنا من تلك مولانا، هاي الإجماعات من تلك مولانا، وهذا احنا فصلنا الكلام عنه في أبحاث أدلة شنو؟ تاريخية الأحكام. قلنا واحدة من أهم الأدلة التي استندوا إليها أن الأحكام ليست خاضعة للزمان والمكان وغير مشروطة بالزمان والمكان، قالوا الدليل على ذلك ما هو؟ الإجماع. قلنا هذا ليس هو الإجماع الذي هو دليل، بل هو استقراء لكلمات العلماء، فلا علاقة له حتى لو سلمنا حجية الإجماع في محله، فكلمات العلماء ليس دليلا على ماذا؟ على الإجماع. الدليل